جاهزين انتو؟ يا هل هذا اللقاء للتلفزيون؟ ال تي في. بس والله سخن الحوار ايه كثير. حلو. بس تسمحي لي، بس من كثر ما عم بتأملك قالوا لك انه انت احلى من هيفاء وهبي. انا بالنسبه لي انت نجمة احلى. هيفاء وهبي يعني. ما هلا بغض النظر، انا عامل لك بالنسبه لي انت احلى من هيفاء. يا عمي تسلم، شكرا شكرا. شو اسمه؟ رح اجيب لك مثال. يلا انا حابلش. يلا ثانية بس يا قلبي. كثير سخن. انو اسخن، الحوار تبع الموسيقى ولا هدول؟ والله انا برايي هيدا. عيطوني ثلاث اربع مرات نشكر وجودكم. شو اسمه؟ الله يرحمه. اخذ شويه من شو اسمه، الممثله اللبنانيه الكوميديه فريال كريم. فريال. والله؟ لا والله، بس يعني انت قطعتك اصغر شوي. ما هي سبحان الذي خلق. لوف لكن افين شو بقي؟ لكن عن مين عم بحكي انا؟ عم بحكي عن مخرجين القمر الصناعي. يا الله يوفق. ما قالوا لك انه انت احلى من هيفاء وهبي؟ بده يغير الموضوع. مهضومه كثير. في كمان ممثله كوميديه لبنانيه بحطها. رولا شاميه. بتجنن كمان، اجتمعت انا وياها عن شيرين عبد الوهاب. مريضه المخلوقه. يعني ثبت انه هي مريضه. ليه؟ السلوك هذا اللي صار معها والسلوك اللي تكرر، مريض، سلوك مريض. شو مرضها يعني؟ ما بنعرف، مريضه. بلكي هو اللي مرضها. لا 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 لا، اوعي ديري بالي، عندها قابليه. انا هيك يعني حسام حبيب هو اللي حركش هذا المرض؟ انا بقول اجباري هيك سلوك، ما بينتج عن وحده يسوي. ما انا عم ما بينتج فجاه. ما بي... لا هو مو فجاه، هو مو فجاه، ديري بالك. من جوا في قابليه. يعني عفوا لا تزعل مني، الكونسل بيكون عم 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 ينمو عم ينمو عم ينمو، فجأة بيطلع بيخلي لي اياك. فيك لي كتب الله. اوعي تشربي مي باردة. وانا المفروض كان اشرب شيء سخن. لا حتى سخن فاتي. دخيل قلبك انا. دل اكشن. يخلي لي اياك يا معلم من بعدها. حمية الحرب. نياله جوزك عليكي. طبعا نياله. انت متجوزه ست شهور؟ ايه هلا كان عرسي من ثلاث اسابيع. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله بالرفاه والبنين. تسلم تسلم. قالوا لك انه انت احلى من هيفاء وجبة من وهبي. والله حسيتك هيك محمل الموضوع اكثر. الله يسامحك. الله يسامحك. الله يسامحك. هي يمكن بس العالم بس انك انت خليني انك مصعب بحياتك هي. لا لا خليني هيك بس خليني. العالم رايحه باتجاه وانا رايح باتجاه واضح جدا. يا بنت الحلال انا عم تحكي الست شيرين. الله يخلي لي اياها ان شاء الله، ما بحترمها. تسلم لي. مش المهم عم تحكي الست شيرين انه ونحن اتجاه البوصله. يعني هذا المهم انه انا شو اللي خلاني افوت على الفن هذا؟ مو هيك؟ ها شكرا. وان شاء الله عين حازه اكتب لها بالعمى ويغزي العين من عيني. وصلت الفكرة. يقبرني اللي خلي. قالوا لك أنت أحلى من هيفاء وهبي. أنت قلت لي مني ومن الفنانة هيفاء وهبي بتشكر وجودك معنا اليوم. أنت إضافة فنية كبيرة للبروجرام. بتشكرك جوانا. قد ما تخنقتوا أنت وياها فضلت أنه واحد هون. لا أنا مش لا هذا اختلاف وجهة نظر. اختلاف.